الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله ننتهي من كتاب حديث الصحابة، وأيضا يعني نحاول أن نتوغل في الكلام على فقه المعاملات من كتاب عمدة الأحكام حتى نرجع نهاية الكتاب بإذن الله يوم الاثنين، وأن نقدم درس يوم الثلاثاء إلى يوم الاثنين بعد إذن الإخوة. قد عرض لنا شاغل يشغلنا، فلذلك قدمنا الدرس من الثلاثاء إلى يوم الاثنين بإذن الله، ويكون هو يوم الاثنين آخر يوم في الدروس للإخوة تتهيأ لرمضان. لكن إن شاء الله أنا مرتب أن يوم الاثنين يكون قد انتهى كتاب المعاملات من عمدة الأحكام، وما يبقى لنا إلا أحاديث الصلاة. إما أن نتفق بأن أنا أنهيها وتكون في الصلاة للإخوة، أو نرجئها بإذن الله إلى أن نتخذ الدروس الأخرى، يعني ده إن شاء الله يكون الأرجح حتى لا نضيع الفائدة على الإخوة. لكن الحمد لله لهذا نكون قد ختمنا على الأقل كتاب عمدة الأحكام في جميع الكتب إلا في بعض الأحاديث التي تركناها من كتاب الصلاة. وأيضا لنا أن ننوه اليوم على بعض أحكام الصيام، وإن كان للإخوة بعض إشكالات في الباب نتكلم عليها. المسألة قبل الأخيرة في كتاب قصة الصحابة، وحد شارب الخمر، شرب الخمر حرام وكبيرة من الكبائر، وقد لعن الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من تجرأ على شرب الخمر. قال الله جل في علاه مدرجا حرمة الخمر، وهذه كانت حكمة سنة التدريج لحكم عظيمة، لأن الناس لو تلزموا بعدم الشرب هم كانوا يشربون الخمر أنهارا، لعلهم في هذه الأوقات والإيمان لم يتمكن من القلوب أن يفتنوا أن يردوا على أعقابهم. لذلك درج الله السنة التدريجية، وهذه نصحة فضل الله سبحانه بعد أن استتب الأمر في شرب الخمر. قال الله جل وعلا: يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وأيضا بعد ذلك قال الله جل في علاه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. درج الله جل في علاه حرمة شرب الخمر، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الكبائر عندما أهدى له رجل قارورة من خمر أو راوية من خمر، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم ذلك. فسره رجل كما صحيح مسلم، فقال: بما سررته؟ قال: قلت له: بعه فاستفد بثمنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الذي حرم الخمر حرم شربها أنه حرم ثمنها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن في الخمر عشر. بل هناك رواية في الإرواء صححها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهي رواية عظيمة جدا، أن ملعون من جلس في مائدة تدور عليها الخمر، فحتى الذي يجلس على مائدة يشرب فيها خمر فهو له نفس الإثم. وطبعا هذه المسألة ترجع إلى قاعدة عريضة جدا، هي قاعدة عظيمة، ألا وهي الرضا بالمنكر كمرتكب، الرضا بالمنكر كمرتكب. وأيضا قد قال الله جل في علاه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فالمثلية ظاهرة هنا، لأنه الإنسان إذا سكت عن شيء أخذ إثمه. لذلك قال أئمتنا: على شارب الكؤوس أن يتناصحا وإلا في الإثم إثمان. حد شارب الخمر، اختلف العلماء في حد شارب الخمر على قولين، قول الجماهير من السلف والخلف أن حد شارب الخمر 40،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث أنس وحديث غيره عن أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد وأمر بجلد شارب الخمر كان يجرد بالجريد والنعال 40 جلدة 40 جلدة. وهذه في الصحيح وفي غير الصحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وكان كثيرا ما يؤتى بعياض الحمار حتى قال خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه: لعنة الله عليك، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان، والذي نفسي بيدي ما أراه إلا يحب الله ورسوله. فهنا أيضا رحمة بالعاصي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جلده أيضا الحد ولم يعذره، فجلده الصحابة 40. والقول الثاني هو قول تبنى عمر بن الخطاب، وكان هذا القول الذي تبناه أخذه واستقاه من تيسع علي بن أبي طالب، ومع ذلك بعدها خالف علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب. يعني خالد بن الوليد بعث بكتابه إلى عمر بن الخطاب وقال إن الناس قد تحاقروا الجلد يعني في الخمر، فشربوا الخمر أنهارا. فعمر بن الخطاب أراد أن يشدد، فقال عبد الرحمن بن عوف: أقل الحد 80. ثم قال علي بن أبي طالب: أرى يا أمير المؤمنين أن تجلده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي وحد المفتري، وإذا هذي افترى وحد المفتري 80. فقال: أجلده 80. فجلده 80، لكن بعد موت عمر بن الخطاب وتخلف الناس عثمان رضي الله عنه، وعقب لما عيط كان لما شرب الخمر أمر عثمان عليا أن يجلده الحد، وهو يجلده قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وأحب إلي 40. فرجع عما أفتى به وجلد 40 جلدة. لكن العلماء قالوا الحد نقول عنه أنه يعني يصل إلى 80 بالقياس على حد المفتري لكلام علي بن أبي طالب. قلنا هذا القياس الحق أنه صادم نصا فلا يصح، فالحد هو 40، حد شارب الخمر 40. المسألة الأخيرة في ذلك هو أثر قياس الصحابة في الأطعمة والأشربة، القياس يسري أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، طبعا قبل الإجماع تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب في أنيات الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طيفة بن يمان رضي الله عنه قال: لا تشربوا في أنيات الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا تعليل، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في أنيات الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا يقتضي التحريم، تحريم الأكل والشرب في أنيات الذهب والفضة. هنا المسألة محل إجماع، لكن الخلاف ظهر بعد ذلك في كلية الاستعمال، يعني مطلق الاستعمال. هل الاقتناء الصواني أو السلسلة يعني السقف ممكن أن تكون من ذهب أو فضة أم لا؟ هذا اختلاف بين العلماء. بعض العلماء قال أنها ما جاء إلا على الاستعمال فيبقى على ما هو عليه، والأصل عدم التحريم. قال الله جل وعلا: وخلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل إذا هذه دلالة أن الأصل في كل الأمور التي خلقها الله جل وعلا إباحة الاستعمال، فالأصل عدم الحرمة أو الأصل الإباحة. قال: ويعض ذلك أن النهي الذي جاء مخصوصا في الأكل والشرب، لذا قلنا بحرمة الأكل والشرب. هذا قول بعض العلماء. أما كثير من الصحابة أو كثير من أهل العلم أخذوا من قياس الصحابة وقالوا: والاستعمال يقاس على الطعام والشراب. وإذا دققنا النظر وجدنا أن هذا القياس قياس أولوي، هذا قياس أولوي. لما قياس أولوي؟ وما معنى قياس أولوي؟ المعنى هو أنه إذا كان الله جل في علاه قد منع الأمة من الأكل والشرب وهم في حاجة إليه، وهو الحاجة ملحة، وهو من الضرورات أصلت أو من الحاجات المؤكدة، فمنعهم من الأكل والشرب وهم في حاجة للأكل والشرب، فلأن يمنعهم من الاستعمال المطلق من باب أولى. قالوا هذا قياس يكون قياس الأولى، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك، قال: لا تشربوا في أنيات الذهب والفضة، لا تأكلوا في صحافهما، فإنهما لهم في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فالتعريف فإن لهم في الدنيا عموما على الطعام والشراب والاستعمال، طالما قال هي لهم في الدنيا دلالة على التعميم لا على التخصيص. قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأيضا قد قال: هذان حرام،
على ذكور أمتي حلال على إناثها. ظهرت المقصود أن في ذلك دلالة واضحة جدا على أن الأمر يتعدى للاستعمال، وإن كان بعض العلماء قال بعدم أن بعدم حرمة في الاستعمال، فالصحيح الراجح أن الحرمة يعني في الاستعمال استعمال أوضح من الحرمة في الشراب والطعام، لأن الناس يحتاجون إلى الشراب والطعام فمنعهم منه ولا يحتاجون إلى التزيي أو التشهي أو التزين، فلأن نقول بأنه منعهم مما يحتاجون إليه فلأن يمنعهم مما لا يحتاجون إليه من باب أولى. وبهذا نكون بفضل الله قد انتهينا من كتاب أقيسة الصحابة. الواحد يعني بيدخل عليه السرور ويرتاح قلبا جدا بهذه المسائل إذا انتهت وتهاوت، وهذا الفائز من أتقن والخائب والخاسر الذي ضيع.